خلينا الأول نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. خلينا نبدأ من محافظة القاهرة، شارع رمسيس يعني ربما بيشهد بعض الكثافات المرورية. هنفضل ماشيين لتقاطع صلاح سالم، هنلاقي برضو بعض الكثافات البسيطة عند كوبري الجلاء، وهنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة حتى طريق العروبة، كورنيش النيل للي جاي من المظلات، في كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة لحد منطقة وسط البلد. لو رحنا لمحافظة الجيزة، محور 26 يوليو بيشهد في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد المتجه لميدان لبنان كثافة مرورية بسيطة، لذلك ينصح لكل المغادرين من منطقة أكتوبر إن هم يسلكوا محور روض الفرج. بيشهد الطريق الدائري أيضا كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء. هناك أيضا تباطؤ في حركة السيارات في هذه المنطقة، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وطريق الفيوم حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية. محافظة المنيا في سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق، طريق الشيخ فضل في سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة. أما طريق المنيا مغاغة ففي بعض الكثافات البسيطة الغير مؤثرة، أما طريق الصحراوي الشرقي ففيه كثافات مرورية بسيطة. نكمل جولتنا المرورية ونروح لمحافظة الشرقية، الطريق من العشر من رمضان إلى مدينة الزقازيق فيه سيولة مرورية ما عدا بعض التكدسات عند مدخل مدينة الزقازيق، أما الطريق من العاشر المتجه لمدينة العبور من خلال بلبيس ففيه حالة ملحوظة من السيولة المرورية. خلينا نستعرض مع حضراتكم أيضا جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهارده تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة النهارده العظمى في القاهرة 35 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح بواقع 32 درجة، أما أعلى درجة حرارة فهتكون بطبيعة الحال في أسوان بواقع 43 درجة مئوية، وهنتابع مع حضراتكم تفاصيل الطقس بالتفصيل ولكن بعد شوية.